ياخدوك علشان تختار اللي يناسبك. وما تنساش ان في مول ابد دهب النقل دايما مجانا، يعني هتختار اللي يناسبك ويوصل لحد بيتك. كام فرحة تمت في قط الضيوف؟ مبروك يا أمين أفندي. والخطوبة ولمة العيلة في الصالون، ودلوقتي كمان. Spend most of his time in the home of the 21st century. This equipment here will allow him to carry on normal business. Action. I أصلاً بحب شرب الشورتات خالص. أنا مش هكمل مع البني آدم ده. كمان ناس تانية هتيجي. أنا مش موافق على حاجات اللي الناس عملتها في العمالة المصرية بتاعتنا دي، أنا مش موافق ومش مسامح. انا مش فاهم ايه الفكره، ليه في ناس عايزه تحول الكلام بتاعنا اللي بنتكلم بيه ده لكلاكسات عصايه بلاستيك كده. بصور سيلفي وانزل على الفيسبوك دايما السيلفي. الفرق بين احمد حاتم دلوقتي واحمد حاتم اوقات فراغ في كلمتين ايه؟ لما ببص على احمد حاتم في اوقات فراغ بحس ان هو ما كانش بيعرف يمثل. بيعرفش. معاك 6 ثواني توصف فيهم نفسك. السؤال اللي بعده، ايه رايك في بوز البطه اللي البنات بتعمله ده؟ الداك فيس ده؟ هو كده؟ هي 6 جنيه تدخل تشرب قهوه وشاي وتفتح واي فاي، هي 6 جنيه وهتسيب تيبس كمان الواد بتاع المعسل، وهتعزم اي حد جاي معاك وهتحسب لك طالعه كمان ان انت عزمت. الامل الله ما احلاها الحياه. فكر كلمة 100 سنة بحس كأنه حلم. ازاي 100 سنة؟ هو رقم صغير 1 و0، لكن 0 من دون 1 ما يطلعش 100.